كافيين معكم فقرات عالم الصباح. وصلنا لفقرة ولادة بالدنيا ورح نستقبل اتصالاتكم مباشرة على الهواء مع مايا. صباح الخير مايا. صباح الخير لولا. كيفك اليوم؟ كيفك انت؟ تمام الحمد لله. مايا قبل ما نبلش نستقبل اتصالات في عنا بصلك ايميل من مدام اسمها ليليان عم تعاني كثير مع ابنها. مزبوط. وبدنا نعرف كيف بدها تتعامل معه اكثر وكيف بدها تحل هيدي المشكله. مزبوط. في عندها يعني يمكن هو شوي اجريسيف شوي في رفض في عدم اطاعه للاوامر ابدا، كله بيقول لاخته كمان الكبيره اللي عمرها 14 سنه ما بيسمع كلمتها، يعني في اذا بدك حاله رفض بالبيت. بس هو في سؤال يعني مع كل الاولاد هيك عم بيكونوا ولا هو هالقد؟ لا هلا اول شيء بدي اقول يعني بالنسبه لهالسؤال لانه ما انه كثير محدد السؤال، انا رح جاوبها قد ما بقدر، بس انه انا بدي اقول انه بكل البيوت في رفض، بكل البيوت في انه اكيد يعني ما بفتكر انه في اهل بيقولوا الكلمه لاولادهم فورا اولادهم اول مره بيعملوا يعني ما انه وارده هيدي يعني بكل البيوت في تاكيد لشخصيه الولد، في رفض، في لا، في العناد، هيدي موجوده. هلا نحن وين الخط الاحمر؟ الخط الاحمر هو انه بس يوصل العناد لدرجه بتخل بالتواصل بين الاهل بين الولد. يعني الرفض والمعارضه بيوصلوا لدرجه ما بيعود في تواصل بين الام والولد، يعني بتصير الام فعلا ما قادره تتواصل، ما قادره تقول له شيء لانه بتعرف دائما انه لا 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 بالضبط، لانه بتعرف انه شو ما بدها تقول له بده يرفض. وبس يصير في استفزاز، نحن هون بنتدخل كاخصائيين. استفزاز يعني هو مثلا بيعرف انه هالشغله بتبسط امه او هالشغله لها علاقه بالرولز او القواعد والقوانين اللي موجودين بالبيت وما بتكلفه شيء انه يعملها، يعني شغله انه بسيطه وعاديه فما بيعملها، بيخرق هالقانون، بيقصد نوعا ما انه يعمل الاشياء مثل ما هو بده. واذا اوقات بنصارحه بعمر تقريبا 10 سنين 9 سنين، اذا اوقات نساله يعني بكل بساطه بقول له مثلا انه ليه عم تعمل هيك او بتدخل شيء مداخله، ممكن هو يقول لي انه انا حر مثلا. طب بس هيك شيء ما بتحسي انه معقول بيكون في نقص عاطفه؟ مش نقص عاطفي قد ما هو نقص بالتواصل بين الاهل والولاد، وهي مشكله العصر هلا قد ايه عم بيكون في نقص بهذا التواصل. وقت بقول نقص بالتواصل بحكي عن عده اشياء. ولا اول شيء النقص بالتواصل بيجي من الاوامر، وقت انا بعطي اوامر للولد يعني اول مساج بدي اقول له كيف عم وصل فيه 100% المساج بدي 100%. اول شغله هلا انا رح جرب قد ما فينا اعطيها نصايح، واذا وصل الامور هيك لطريق مسدود بيناتهم اكيد بفضل انه تعاين ونشوف الصبي ونشوف شو بدنا نعمل. بس أكيد. اول نصيحه هي نبعد عن الاوامر مع الاولاد. يعني بضل مسموح نوعا ما، مش مسموح بس بضل اذا بدك مقبول انه تعطي اوامر لولد عمره سنتين ونص ثلاث سنين، بتضلها تمرق اكيد. بس اكبر من هيك وبشكل خاص، بشكل خاص من بعد عمر تقريبا 5 6 سنين كثير بحب انه نتفادى اسلوب الاوامر. يعني قلت لك اعمل كذا، هلا تعال هون، هلا فوت فرش اسنانك، هلا حط هي على الطاوله، هلا هيدي الاوامر ما بعتبر ابدا انه لها نتيجه، بالعكس بتبعد اكثر ما بتقرب. بتبعد اكثر لانه اذا هو مقتنع بفكره هو بده يعملها، اذا هو مقتنع بمشوار هو بده يعمله، بجاست، بتصرف، باي شيء هو بده يعمله، وهو حابب يختبر هالشيء اللي بده يعمله قد ما كان عمره، ان كنا عم نحكي عن شيء بسيط بعمر صغير او عم نحكي بشيء اكبر. اكيد انه هالامر يلي عم بعطيه مش كافي، منه رادع حتى هو يقول لا انا بدي اعمل مثل ما بدها امي، بده يروح للاخر برغبته. فهون اكيد اسلوب الامر ما له اي نتيجه. انا برايي رح نحكي اكيد عن الاساليب اللي بننصح فيها، بس خلينا ناخذ الاتصال قبل. يعني فاطمه من الكوره. فاطمه صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. بدي تفضلي فاطمه. احكي مدام مايا. نعم. صباح الخير فاطمه، تفضلي. إذا بتريدي مدام مايا، عندي بنتي عمرها 5 سنين وبنتي عمرها 3 سنين. نعم. يعني ما عم يتفقوا أبدا أبدا أبدا. وما عم بعرف شو بدي أتصرف معها، عم بنفعل أيام عم أتركهم ولا حتى عم حكيهم إنه بطلع منهم، شو بتقدري تنصحيني؟ ما عم يتفقوا ليه؟ على شو عم يتخانقوا؟ على الألعاب؟ على شو عم يتخانقوا؟ يعني شو هو القصص اللي عم كل شيء يعني على طول في توتر بالبيت، بتضرب، بتدق فيها، بتخليها تبكي وهي بتضحك انه خليتها تبكي. عم تحكينا عن الكبيرة؟ الكبيرة بتخلي صغيرة تبكي او بالعكس؟ مش عم تسمعيني؟ ايه نعم ايه نعم.
لا على الكبيرة بتدقر الصغيرة وما عم ترد علي، إذا بقول لها ماما تعي كل شيء عم تقلي لا، كل شيء لا. يعني رح جرب جيبك قد ما بقدر، انه اول شيء الخناقات بين الاخوات بتصير تري نورمال طبيعيه يعني، ومش بس بتصير، بتصير بكثره اذا بدك، بتصير بكثره وبضل طالع صوتهم وبنتخانق على اللعبه و... بس انه انا بدي اقول شيء، انه ما في اسهل من انه نخلي الاخوه يلعبوا مع بعضهم، صدقيني هيدا اسهل يعني؟ شيء كثير سهل، مجرد انك تقعدي معهم كبدايه تا كانوا شوي كبروا، يعني مثلا 3 سنين مطلوب هلا تكون موجوده الام حتى يقدروا يلعبوا سوا شوي، هلا بعدين بتنسحب بتعلمهم الطريقه اذا بدك، يعني بتعلمهم المشاركه اهم شيء بالالعاب، بس كثير سهل انه نعلمهم يقضوا وقت سوا، يعني انا بدي اعلمهم انه ما رح اقول يحبوا بعضهم لانهم بحبوا بعضهم كاخوه، بس بدي اعلمهم يحبوا يقضوا وقت مع بعضهم. اكيد ما رح يخلقوا بيعرفوا انه لازم نقعد سوا ونلعب سوا والالعاب، هيدا انا اول شيء بدي اخصص لوقت، عرفتي كيف رولا؟ يعني كثير سهل القصة، يعني مجرد انه انا اجيب دو بوبي شغلتين بيبقى عندهم مثلا تنقول لعبة المطبخ بيت بيوت، مجرد اني اجيب غراد لاثنين اعطي كل واحد غرض هو هيدا مزبوط. وقتها دايما الاهل بيجيبوا، يعني اذا بدهم يجيبوا كادو لهيدا الولد تنقول سياره لعبه، بيجيبوا للولد الثاني امام تام بنفس الوقت لحتى نفس الشيء يمكن تيورجوا انه في اكيليبر، وما هيدا يقول انه هو العاب ما بده هو يلعب. هلا حسب الاولاد، في ناس هيك بتتبع هالطريقه يمكن. هلا انا ما بشجع كثير على هالطريقه لانه هالطريقه ما بتشجع على المشاركه، يعني ما بيقعدوا مضطرين يتشاركوا، انه انا اذا عندي نفس السياره وخي عنده نفس السياره مش مضطره انا انه اجبر حالي انه شارك او عيره سيارتي، لانه سيارتي حمراء وسيارته حمراء. هلا فينا نجيب نفس الشيء مثلا وحده صفراء وحده حمراء، بده يكون شوي في اختلاف يعني، فينا نجيب سيارتين بس تكون كل وحده شكلها شيء، كل وحده لونها شيء، يمكن كل وحده بتعمل صوت مختلف عن الثاني، بوبي نفس الشيء حتى يلعبوا مع بعض ويكون مزبوط. هلا في تقلك شو، في العاب اساسيه هيدي الالعاب اثنيناتهم بحاجه لها حسب اعمارهم. أوكي. يعني هيدي العاب اساسيه، يعني اجمالا مثلا البوبي للبنت، السياره للصبي، الطابه مثلا، الطابه بيتشاركوا فيها، ما بدي اجيب طابه لاثنين لان هدف الطابه انه يكبوها لبعض ويتشاركوا فيها، بس مثلا في العاب ثانيين مثل حكيت مثلا عن المطبخ او الغاز بلعبه البيت بيوت، هي بدها تكون لعبه وحده هن بيتشاركوا فيها هن بيستخدموها. يعني كنت عم قلها للمدام انه بكل بساطه انه هي بدها تخصص وقت تقعد معهم تخترع لعبه، يعني بهيدا العمر 5 سنين بتقدر شوي تخترع لعبه، بس 3 سنين بفتكر صعبه شوي عليها انه تخترع لعبه، يعني مثلا تقول لهم يلا البوبي ساخنه بدنا ناخذها عند الحكيم مثلا، اي لعبه هي تخترعها لحتى هن يتعلموا يقضوا وقت سوا، يقضوا وقت ثلاثتهم سوا كبدايه، يعني بدهم يحسوا انه الوقت اللي بيمرق هو وقت حلو ثلاثتهم سوا، مش وقت مثلا هيك بعد الظهر وقتها بناكل كيك بنشرب شيء نحن وياهم، انه يتشاركوا هالاكل الجاتو سوا، يقعدوا سوا ينبسطوا سوا، يعني اي شيء بده يكون في مشاركه باوقات السعاده وباوقات اللذه واوقات الارتياح يتشاركوا فيه لحتى نحن نخفف من هول الخناقات وما نحط ابدا الحق على حدا، يعني انت ضربتيها كله منك عم تتخانق او انت بعدي عن اختك، هون بفتكر انه ما لهم اي فايده، بالعكس صحيح. اذا في غيره بيزيدوا الغيره طبعا. نحن بدنا نقول لهم انه ما تتخانقوا، ونحن بدنا نقول لهم انه نقترح بالدور عليهم انه كيف يكونوا لطيفين مع بعضهم بدون ما نلقي الاتهام او نزت الاتهام على واحد منهم. اوكي، في عنا تليفون من امل من بيروت. صباح الخير امل. نور بونجور. يا اهلا. بدي اسال سؤال للدكتوره. انا ابني عمره 12 سنه. نعم. كل ما بده يفوت ينام، هي له فتره طويله هيك بده يفوت ينام حده لو دقيقتين 3 دقائق، اوقات بيغفل معنا بنكون عم نحضر تي في وبرجع بنقله لجوا، بس وقت اللي بده يفوت ينام بغرفته لازم يفوت ينام حده دقيقتين او 3 دقائق. اوكي. في مضر تيغفى وبترجعي بتظهري؟ لا اوقات لا، بس هو اوقات بس بقول له لا، بقول لي بس نامي حد دقيقتين. لا لو كان واعي بتفل من الاوضه وهو واعي. ايه. وهلا مؤخرا ولا من زمان؟ لا له فتره طويله هيك. يعني بعتبر انه له 3-4 سنين هيك؟ اكثر كمان. اوكي. هلا ليكي انه في شيء هو عم بخاف منه؟ عم بيصارحك بشيء؟ بتحسي عنده قلق؟ لا بس بيقول لي ما بغفر، يعني اذا نمتي حد في فتره هيك دقيقتين 3 دقائق بتصير النوم اهين لإلي. وبالليل بيقوم شيء بعده بيجري عندكم ولا لا؟ قليل بالنوادر، اذا فاق بيقوم لعنا. اوكي، لا يعني تقلك شغله، هلا طالما بدنا نضطرين نتوقف نجاوبها الاربعه نطلع لايف. يلا نجاوبها الاربعه ونرجع لكم بعد شوي بفقرات عالم الصباح.